أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تعتبر مشكلة البطالة في العراق من أبرز التحديات التي تواجه العراقيين والحكومة كذلك، حيث تؤكد جميع الأرقام بأنها آخذة بالاتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط، وذلك ضمن سلسلة مترابطة تنهك بلاد الرافدين منذ ما يقارب من 20 عاما بعد الغزو الأمريكي للبلاد. وبحسب أرقام وزارة التخطيط وضمن إحصائية القوى العاملة في البلاد، أشارت إلى أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%، ووصلت نسبة البطالة إلى 36% بين الشباب البالغ أعمارهم بين 15 و24. وبحسب وزارة التخطيط لعام 2022، وبينما أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق بأن نسب الفقر بلغت أرقاما غير مسبوقة في العراق، مشيرا إلى أنها وصلت إلى قرابة 25% من السكان، أي بحدود 9 ملايين مواطن من مجموع عدد سكان العراق البالغ عددهم بحدود 40 مليون نسمة. ويتزايد أعداد خريجي الجامعات الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف بسبب عدم وجود رؤية حقيقية وتخطيط من قبل الحكومات المتعاقبة، وبسبب الفساد المالي الذي سلب أغلب أموال الدولة العراقية لصالح شخصيات وأحزاب، حيث تستمر احتجاجات الشباب العاطلين عن العمل في محافظات عراقية عدة، لتصل إلى إغلاق مؤسسات الدولة ومقار الشركات النفطية في العراق، على الرغم من تعهد رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بالعمل على الحد من البطالة والفقر في البلاد، حيث تظاهر خريجون حية الدراجي الواقعة جنوب محافظة المثنى مطالبين بتعيينهم في الشركات النفطية ضمن المنطقة الحدودية في الرقعة الاستكشافية 10 حقل أريدو المشترك بين المثنى وذي قار للمطالبة بفرص العمل. دعونا نتابع هذا المقطع. يشكل استمرار توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في بلاد الرافدين عبارة عن فرص ثمينة، لا سيما في القطاع الخدمي والنفطي، عبئاً اقتصادياً على العراق في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة. فبحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان، فإن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق. هذه أرقام عام 2021، ونحن الآن في عام 2023. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن توافد العمالة الأجنبية فاقم من مشكلة البطالة في العراق في ظل تخرج طلاب الجامعات ومحدودية فرص العمل، بتزامن مع عدم تنشيط دور القطاعين المختلط
والخاص بسبب التجاذبات السياسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي أثرت بشكل كبير في تفعيلهما وجذب المستثمرين، حيث شكا خريجون حية الدراجي بالمثنى من تزايد العمالة الأجنبية في الوقت الذي يعانون فيه من البطالة أو العمل بنطاق الأجر اليومي، مؤكدين استحقاقهم بالعمل في القطاعات النفطية العاملة في محافظتهم. دعونا نتابع هذه الصور. دون الخريجين الدراجي، كيف لكم العباس شاب عنضي؟ انتم ما تدرون، انا بالنسبه لي مصفى كربلاء، انا اشتغل هالو جاي وجماعي نشتغل مصفى كربلاء، خب بالعراق كربلاء بالعراق، قلت فيه لا ترى مو بدلهي. الهندي يجيني يقول لي قم اطلع على بابا انت، قلت له عم تعال انت شني؟ انا على بابا غير انت جاني للعراق هنا، يقول لي لا قم اطلع انت نفر على بابا، يضحك علي الهندي بسبب حكومتنا الطايحه. بسبب الحكومة الفاشلة، يعني بشرفك مصفى كربلاء النفط ينضخ له من ذن العدن، يعني من ذن العدن مصفى كربلاء ينضخ له واحنا نروح نشتغل به، والهندي يضحك علينا ويطردون يعني يطرد بينا. مصفى كربلاء 18,000 عامل اجنبي، اجنبي وابنائنا وابناء واصحاب الشهادات واصحاب الكفاءات قاعده 18,000 بين عامل هندي ما طابوله جماعه ما شايفين عامل صومالي حتى من كل الجنسيات تقرا واجد العالم يشتغل مصفى كربلاء واحنا ابنائنا قاعدين هنا. اريد احنا مظاهرات يطلع لنا عاجل، لا مظاهرات على الساد عاجل، على الساد عاجل اعلام مود الشعب مال التسجيل لازم احنا نتعين به ما شغل، لان احنا بوشين مسكفين ما نريد شغل، هالعالم ضلت الشغل ليش يجينا ابو الناصري يعني يتعين؟ استاذنا العزيز على راسي ابو الناصري يا اخوي، لا العين وراسي بس حقه هذا، انا خيطيني حقي واذا عد زياده وجماعتي خلي ابو الناصري يستفاد، اخوي ابو الناصري ليش يجينا من غير جوله. مع استمرار الاحتجاجات المتنوعة المطالبة بتوفير فرص العمل وأخرى لتثبيت أصحاب العقود، تبرز إشكالية جديدة، حيث اشتكى محاضرو وإداريو العاصمة بغداد 2020 من أصحاب العدد التكميلي البالغ عددهم 703 والذين تم استبعاد أسمائهم ولم يتم التصويت عليهم، وذلك كما قيل بسبب التأخير في الإجراءات الإدارية، حيث أقدمت والدة إحدى محاضرات العدد التكميلي لمحاضري بغداد بافتراش الأرض أمام وزارة التربية ببغداد للمطالبة بحق ابنتها المسلوب منذ 3 سنوات كما قالت بسبب استبعاد اسمها. دعونا نتابع. تفاعل عراقيون كثر مع هذه الأم العراقية، ونذهب إلى تعليقات فيسبوك حول هذا المقطع بشكل خاص والموضوع بشكل عام. بنان تقول: محاضرو وإداريو بغداد 2020 ل703 تم استبعاد أسمائهم ولم يتم التصويت عليهم بسبب تأخير في الإجراءات الإدارية. تقول: دمعتج غالية الأم العراقية، إلى متى يبقى ظلمكم لأبناء محافظتكم؟ تقول بنان. أما مصطفى فيقول: هسه الخاطر دموع هاي المرأة الكبيرة مو الخاطر أحد، تقول الله أكبر. أما نوال فتقول: مصيبة والله، حقوق ودي يقدي بيها المواطن، تقول يا مسؤولين أنتوا ما منطين من جيوبكم، هذا حق مواطن وقفوهم إنهم مسؤولون. مروة تقول: أصبح الظلم الذي يقع على محاضري وإداري بغداد 2020 لا يطاق، لقد نفذ صبرنا منذ 3 سنوات ونحن نعاني الظلم، إلى متى يستمر ظلم هذه الفئة التي خدمت العملية التربوية بالمجان؟ 18,000 عائلة من محاضري بغداد 2020 يعانون من الظلم الذي وقع عليهم، حقوقنا في طريق الضياع، تقول مروة. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر،
يعني في ظل ارتفاع العمالة الأجنبية وكما أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان عام 2021 بأن العدد وصل إلى 1.5 مليون عامل أجنبي، نجد بأن البطالة ترتفع في العراق ومطالبات الخريجين بالتعيين مستمرة. لماذا لا تعمل الحكومة على يعني تخفيض عدد استقبال العاملين الأجانب وتفرض على الشركات إن كان الشركات نفطية أو غيرها من المستثمرين العراقيين أو غيرهم من الأجانب بأن تكون العمالة عمالة عراقية أو أن تكون النسبة الكبيرة هي من العمالة العراقية؟ أرحب بك أبو عمر معنا من بغداد. أهلا وسهلا بك. حيا الله قناة الرافدين. أهلا بك. حياك الله. المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أستاذ عمر، إحنا بالنسبة للعراق من 2003 لحد الآن صارت نسبة البطالة عندنا كثيرة، يعني من سنة سنة أو من حكومة السلطات اللي حكمت العراق كل 4 سنين تزداد البطالة ويزداد عدد الفقر عندنا بالعراق. والسبب بأنه الأساس اللي من تكون دولة أنه تحكم العراق من 2003 لحد الآن دولة ناس سراح عندنا وقتل ودمر الشعب العراقي، لأنه كل الأمور اللي طلع من عندهم هجروا الشعب قتلوا الشعب وكل الأمور اللي سووها من 2003 لحد الآن ما فكروا أنه يرجعون المعامل اللي عندنا، ما فكروا أنه يبنون مستشفيات، ما فكروا أنه يبنون يعني يرجعون الزراعة، ما فكروا أنه كيف انه تبقى الايدي العامله العراقيه اللي هي كانت في السابق قبل 2003 كانت الايدي العراقيه العامله هي تبني وتقاتل وكل شيء كانت تسوي، فكان نسبه البطاله عندنا شيء قليل يعني ما يتجاوز ال 5%، هسه الان البطاله عندنا زادت اكثر من 36%، فهذا يعني بانه الحكومه ما عندها انه وظائف، ما عندها بنى تحتيه، ما عندها عمل، ما عندها وزارات تشكل بانه الطبقه العراقيه وابناء الشعب من الطلبه من الخريجين من يتخرج الطالب من يتخرج الناس اللي وصلت وتعبت على حياته ما لاقي انه وظائف يتعين فيها، دلاله على انه هيبه ليس لها الدوله وليس لها كرامه وليس لها حفظ بانه تحفظ ابناء الشعب العراقي. فنلاحظ الشعب يعني تهجر وطلعوا من العراق ويعني هسه اغلب دول العالم اذا مو كل دول العالم تفرض على المستثمر الاجنبي بان تكون هناك النسبه الكبرى للعامل المحلي للموظف المحلي. اوكي ممكن يجيب هو عماله اجنبيه وياه ولكن هناك قانون ينظم العمالة المحلية، ليش ما يصير هذا بالعراق؟ حتى يعني قلت لك عدد 1.5 مليون عمالة أجنبية بالعراق مقابل ارتفاع نسب البطالة، ليش ما يوضع قانون تخطيط لهذا الأمر؟ أستاذ لأنه إدارة البلد عندنا إدارة غير كفوعة بعملها وغير محب للعراقيين، ممكن تكون عمالة أجنبية بس نسب قليلة كمهندسين أو مفكرين أو ناس عباقرة، بس مو يعني بأنه أنه ناس يعملون يعني كافة المجالات اللي هي البسيطة، أنه الناس اللي موجودين عندنا أكثر من العمال موجود يعني ما نعتبر الناس يعني عندهم ذات شهادات عليا ذات ماجستير يعني نقدر عندهم دكتوراه ماخذين او كل هاي الامور، ناس بسيطين انه يعملون انه بالشركات النفطيه وبالاماكن اللي هي الحكومه نسبتهم، فهذا يعني يعتبر عن انه العراقيين ليس لهم اي حب وليس لهم اي يعني نقدر نقول الدوله ما تحب الشعب العراقي وما تحب انه يكون له تقدمه واللي يقدر انه الشعب العراقي بدل ما هو متهجر في الشوارع بدال ما هو انه يتناول المخدرات بدال ما هو انه يطالب حقه من يطلع الظاهر الخريج اللي قاعد نشوفه من سنة ذكر عندنا اللهم يحفظهم الخريجين وشبابنا يعني زياد عندنا كثرة الخريجين وماكو عندهم لا تعيينات لا وظائف. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا طبعا بالتزامن مع انتقادات المراقبين من قيام الحكومة ومجلس محافظة البصرة بعمل الجدار الإعلاني لحجب المناطق والبيوت العشوائية عن الزوار والوفود القادمين إلى البصرة
لحضور بطولة كأس الخليج العربي 25 والذي يبلغ طوله نحو 15 كيلومتر. أكد مراقبون بأن الجدار الذي أقيم لا يبرز معالم المدينة بل يخفي وراءه عشوائيات تخفي مقدارا كبيرا من الألم الذي يعتصر قلوب أهالي البصرة مع غياب الخدمات والكهرباء ومجموعة الكوارث الصحية كانوا ضحيتها بسبب تلوث مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي، فضلا عن الدخان الأسود الناتج عن استخراج النفط الذي تغطي سحبه المحافظة ويسبب السرطانات لأهلها. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن المبلغ المخصص لبناء الجدار الإعلاني كان يكفي لبناء 1000 وحدة سكنية متوسطة التكلفة بدل عملية الحجب الجارية بدل هذه العملية ووضع الجدار الإعلاني. طبعا مقطع مصور جديد للصحفي حيدر الحمداني يكشف عن حقيقة الجدار العازل حيث تم تشييده بكلفة 480 مليار دينار عراقي، كما أكدت مصادر لتبرز التساؤلات: أليس من الأولى أن تعطى هذه المبالغ لأصحاب العشوائيات لتحسين واقعهم بدل صرفها في جدار من الممكن إزالته وسوف يتم إزالته، كما أكدت الجهات المسؤولة في البصرة بعد انتهاء البطولة. دعونا نشاهد هذا المقطع. هذا الجدار اللي يغطي هذه العشوائيات ويغطي الفشل الحكومي باحتواء العشوائيات، هذا الجدار كلفته 480 مليار دينار عراقي سووه حتى يضمون العشوائيات، حتى من تدخل دول الخليج والوافدين ما يشوفون هذا الفشل، فسووه بكلفة 480 مليار دينار عراقي. ربما يسأل سائل هسه شي يقول، يقول يا أستاذ حيدر أنت شنو دليلك، عندك وثيقة على هذا الموضوع؟ الجواب بكل بساطة، أني ما علي. اللي قال هذا الكلام هو القاضي والمحافظ السابق الدكتور وائل عبد اللطيف. شنو قال؟ شوفوا هذا المقطع الفيديوي. لكن ما معقول الجدار على المناطق العشوائية يكلف 480 مليار جدار. جدار خيش حتى يضيع الملامح مال العشوائيات. ايش قد يكلف؟ 480 مليار. وروحوا ابنوا لهم بيوت بها خطيه، ابنوا لهم بها بيوت واعطيت الكلفه وقعدوا. ليش هذا الجدار؟ شنو الجدار؟ شو استفيد من عندنا؟ بعد اسبوعين ويرحون دول الدول الخليج. اللي نستفيد من عنده شنو؟ راح يبقى هذا قاعد. والسياج انا ما راح استفيد من عنده الجدار. سمعتوا؟ 480 يقول كم دار من دور واعطيت الكلفه يقدرون يبنون بهذه المليارات. فليش صرفتوا هاي المليارات على جدار شهر ما راح يطول؟ شهر ما راح يطول، ليش صرفتوهن؟ وهذا مبلغ كبير. يعني ادري صح انتم اهل كرم، اهل نخوه، اهل غيره، بس مو شوي المبلغ مبالغ به؟ فاذا كان كلام القاضي صحيح يجب على الجهات المعنيه ان تتدخل لمحاسبه المقصر. نعم. تفاعل عراقيون كثر مع مقطع الإعلامي حيدر الحمداني ومنهم هادي اللبان قال كل شيء مكشوف تحت الشمس فالسرقات مستمرة. أما أحمد جاسم فيقول بهذا المبلغ أحل أزمة سكن قليل الكلفة العشوائيات في البصرة. أما سيف فقال تكفي لبناء 4800 منزل فخم مع الخدمات كما يقول. أما علي فيقول هذا الجدار يغطي عيوب الدولة الفاشلة، بدل ما تخلي الجدار أعين الفقير وأبني لهم بيوت بالتقسيط. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم ودمر العراق. معنا اتصال علي من بغداد. علي، يعني كما عرض الإعلام حيدر الحمداني في هذا المقطع وأكده وائل لطيف وهو نائب وقاضي سابق بأن الكلفة 480 مليار دينار عراقي لهذا الجدار، بالفعل ليش ما سووا خدمات عمروا هاي المنطقة بدل ما وضعوا هذا الجدار اللي يحجب الرؤية عن المناطق العشوائية وعن سوء الخدمات في محافظة البصرة؟ أرحب بك معنا علي من بغداد. المساء المميز بهذا الإنسان
الوجه الطموح الخلوق استاذ يسلمك. عمر الله يبارك فيك، اللهم ربي الله يحفظك الله يسلمك. الاعلاميين القديرين المحترمين كلهم الوياك اللي برفقتك اللي دائما تستمتع بالكلام اللي يطلع من القلب الله يحفظك يوصل الاذان. طبعا دائما تعشق الناس الحقيقيين وليس الناس المزيفين. اشكرك بارك الله بك، هذا واجبنا. وانتم اذاعه والله العظيم قلبا وقالبا ما تنقل الشيء الحقيقي لواقع الحال العالم المر. الله يسلمك، هذا واجبنا اخي علي. يعني والله العظيم استاذ انا بس اريد اقول الحكايه لاهل البصره هم هنه وعز اللهم هنه. نعم والله العظيم، يعني انتم من رايحين الملعب البصره وشايلين صور اسعد العيداني. زين طبعا مو كل اهل البصره ابو حسين عيني علي، عيوني مو كل اهل البصره، بالعكس بل انتقدوا هذه الظاهره. قال لك المحافظ او المسؤول هو موظف يتقاضى راتب حتى يقدم هذه الخدمه ان كان للمواطن او في مثل هذه البطولات. صحيح استاذ. نعم. هو مو سواها البصره، مو سواها استاذ، البصره صارت بزود اهلها. نعم. وبناتها الطيبين. نعم. اللي يجون من الدول من الدول الاسيويه استاذ يجون للبصره ليحمدون بكرم اهل البصره وبشجاعه اهل البصره وبطيبه اهل البصره كرمهم. نعم. وناس ماركو والله العظيم اكثر من الناس العراقيين استاذ عمر. نعم يعني كرنفال اخي علي، كرنفال رياضي والعراقيين فرحانين. صح. بهذه البطوله. صحيح. وكان من صحيح. المفترض العراقي ينظم هذه البطوله من العام 2013 2014، يعني صار له صح 10 سنين اذا مو اكثر هو يتحضر لهذه البطوله. ليش ما صحيح. كل هذه السنوات استغلت هذه الاموال بدل هذا الجدار الاعلاني، واللي اكد وائل عبد اللطيف القاضي والنائب والمحافظ السابق قال لك كان صرفت على 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 خدمات على بناء هذه المحافظه، ليش يعني حطوا هذا الجدار الاعلاني راح ينشال بعد البطوله وبهذا المبلغ الكبير؟ يعني والله اللي حكاك مبلغ يوصل حوالي حوالي 480 مليون دولار، يوصل الى نصف مليار. والله استاذ يبني بيه مجمعات سكنيه وعماير تغطي اهل البصره كلها. نعم. اهل العشوائيات هاي اللي مغطيها وجرفاساني خطيه بالمي. يعني شنو فاتهم الوقت؟ انت برايك فاتهم الوقت ما انتبهوا هاي القضيه لو هي حلول ترقيعيه وشلون؟ لا استاذ، لا لا انا ساعدك بخدمه صغيرونه. نعم. استاذ هم يريدون يغطون ما بالعيب اللي داخلهم، ثق بالقران وداعه استاذ عمر. نعم. وعيونك العزيزه الله يسلمك. هم يريدون يغطون اللي بداخلهم بس. انا عندي ملاحظه اليوم استاذ عمر. نعم. رحمه على روح ابوك تعطيني ثواني. والدك تفضل. ثواني مو هوايه. تفضل. اليوم انا رحت الباب الشرجي. نعم. الصبح ساعه بالسبعة ونص. نعم. اليوم السريع مال محمد القاسم واقفه بي تكرم السامع شيحه مال مي مال مطر مال البارحه. نعم. طابقه سياره بيك اب دبل قمارو، سياره مال امانه يعني مو من هاي تكرم ام شافطه. نعم. سياره يعني مال تابعه للامانه. نعم. ولازمين اربع عمال مدري ست عمال على السريع مسوين التحام من وزاره الماليه النص السريع مال محمد القاسم. على مود هيك رقعه مال مي لازمين الماسحات ودي يقلبون المي على السريع، دي يقلبون يعني المي على السريع يعني من جهه ثانيه لازمين ماسحات. نعم. بس اسالك بالله استاذ عمر، اسالك بالله واسال المواطنين اليوم اللي شافوا هذا الموقف، انا ما عندي موبايل اصور. نعم. ولا اليوم كان صورت دزيت لكم اياها على نعم. على اذاعه مالتكم على اذاعه الرافدين، يعني هل يجوز بماسحات مقفي لكم ست عمال اربع عمال ينشفون المي؟ يا ظلام النفس ما عندكم فلوس والسيارات الازدحامات والموظفين من الصبح يبعون على هذا الموقف حاطين لكم ست عمال اربع عمال بماسحات زين يشوفون المي من السريع مال محمد القاسم؟ بالله عليك هاي صايره، بالله عليك ست عمال لازمين ماسحات يدفعون المي استاذ عمار. نعم. وينزلوه من الجسر يروح على الشارع جوال. اي أيوة والقران استاذ عمار وداعه امك والله. نعم. العظيم يدفعون من هذا ينزل على الشارع على العالم بالقران هاي قدام عيني اللي ياكل حدود انا شفته والله العظيم يا استاذ عمر. هو هذا للاسف يعني تردد الخدمات في العراق مستمر. انا اشكرك اخي علي من بغداد كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه وملفات اخرى سوف نناقشها معكم ولكن بعد هذا الفاصل. الوطن هو أمي وأبي،
الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشرب. ونقف التصوير. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى ملف الخدمات ونبدأ من محافظة الأنبار وإلى مدينة الفلوجة بالتحديد، حيث ناشدت طالبة صغيرة ناشدت الجهات الحكومية بسبب الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى مدرستها بسبب الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة وبسبب انهيار البنية التحتية. دعونا نتابع ما قالته هذه الطفلة في هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. هاي احنا هنا بيتنا وانحرمنا من الروح مال المدرسه، وصارت من المعجزات اذا رحنا. اشوفكم حتى اخويا وقع بيده يروح للمدرسه. شوفوا ايش قد غنيجه، شوفوا ايش قد غنيجه، رجلي تبين؟ لا والله. اشوفكم المعاناه لما انا اروح للمدرسه. باع حذائي قام يفوت المي، باع 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 حذائي الزرف قام يفوت المي، قام يفوت المي، وانسح اروح للسوق اجيب واحد جديد من ورا هالمي هاي. باع والله هاي نحط طابور من القمر ثانية من قبركم. هاي هاي عشتنا بعد جهاز شانيكم. حسبي الله، هاي خمس مرات سحبنا بهاي السيارة وماكو مثل. أنا أشد وزير وزراء، أنا أشد وزير وزراء الأنبار. نبقى مع ملف الخدمات وطلاب العراق والأمطار. وناشد أهالي منطقة 6000 كما تسمى بالقاطون في ديالى، ناشدوا الجهات المعنية بتوفير البنى التحتية اللازمة وتهيئة شبكات الصرف الصحي والطرق داخل المنطقة، حيث يعاني أبناؤهم من صعوبات بالغة للوصول إلى مدارسهم بسبب تحول الطرق المؤدية إلى مدرسة الأصمعي على سبيل المثال إلى أوحال طينية مغمورة ببرك المياه. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. لا أستاذ مثنى تميمي طالب من التبليط قرب مدرسة الأصمعي، شنو هاي حال الطلاب؟ يا وضعية منطقة منكوبة، لا خدمات، لا مجاري، لا والله مظلومين حيل القاطون، الله شاهد.
هاي وضعية، هاي وضعية بربكم. نطلب من سيد مثنى التميمي إيجاد حل لهاي الوضعية، قرب مدرسة الأصمعي منطقة 6000 قرب بعقوبة. يا وضعية. وقد تحدث ناشط إعلامي عراقي عن معاناة طلبة مدرسة السيادة في بعقوبة بمحافظة ديالى، والتي تضم ثلاث دوامات لفئات مختلفة متنوعة بين ابتدائية ومتوسطة وكذلك مركزا لمحو الأمية، حيث يعاني جميع الوافدين إلى هذه المدرسة من غياب الطرق المعبدة، مما يصعب الوصول إلى هذه المدرسة خصوصا مع موجة الأمطار التي تزيد من معاناتهم وتجبرهم على الخوض في الأوحال لبلوغ المدرسة. فلنتابع. جد يم مدرسة في مدينة بعقوبة، هاي المدرسة ثلاث مدارس بها، هاي البناية الصحف الابتدائية والسيادة الوطنية متوسطة بالإضافة إلى مركز لمحو الأمية. شنو المشكلة بهاي المدرسة؟ المشكلة أنه الطلبة يومية يوقعون بالطين، إيه بالطين، لأن داير مداير هاي المدرسة، ودا أحكيها بالجلفي حتى الكل تفهمها، هي عبارة عن صبخة وطينة. اليوم مناشدات الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ الأطفال وحتى كبار السن اللي يجون على مركز محو الأمية للجهات المعنية يقولون رايدين سبيس، بس المشكلة ماكو انتخابات، كان جت اللوريات وفرشته. حقيقة أنا من سمعت هذا الكلام تألمت، ليش الواقع التعليمي عندنا بدياله هيك شيء ليتراجع، وليش ماكو اهتمام؟ اليوم المدرسة جديدة من ناحية البناية، كل جديدة البناية، بس الدائر ما دائرها والبنى التحتية مالتها متهالكة جدا، بالإضافة إلى أنه هي أيضا تفتقد إلى محولة وكهرباء. اليوم مثل ما يقولون كهرباتها ترى شطل، ساحبين واير من الأهالي، يعني لا شوارع لا مجاري ولا كهرباء، بس الطابقات جديدات. وها مناشدة ثلاث مدارس وهم وطلبتهم وتلاميذهم وحتى أهلهم يناشدون الحكومة بحل هاي المشكلة اللي أصبحت عائق اتجاه المسيرة التعليمية. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور وهذه المشاهد. طبعا هناك من علق كلارين السلطان تقول تعال مدرسة مريم باب الدرب ماكو شارع، تبليط المقاول من بناها ما فكر بالمطار، وكل واحد يزورنا يقول تدللوا، تقول وين الدلال، ابطين نمشي على طالباتنا 1100 طالبة. أما صبح الخزرجي فهو الآخر علق وقال مع الأسف كل شيء متوفر عندنا من آليات وكوادر ومواد إنشائية، لكن نفتقر للضمير وحب الوطن لدى أصحاب القرار. مثنى الراشد يقول احنا يمنا بالاوزاعي يلمون فلوس من الطلاب لان الحكومه خطيه ما عندها. مصطفى يقول والله هاي المدرسه بنوها بجهود اهالي المنطقه، يعني وكل فتره يجمعون على الطلاب على رحلات سبورات وغيرها وعلى كهرباء، وبالتالي ولا مسؤول اجى وشاف شي يحتاج ما يحتاج، يعني لان ماكو انتخابات ما حد يلتفت لهيش امور. نعم. أبدى سكان محافظة ديالى استياءهم من الأوضاع الخدمية التي كشفت زيف المشاريع الحكومية مع دخول مياه الأمطار إلى منازلهم إثر هطول أمطار المحافظة على المحافظة. وأظهر مقطع مصور يشكو من تسرب مياه الأمطار داخل منازلهم بسبب انهيار البنى التحتية وضعف شبكات الصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار. فلنتابع. رسالة عاجلة لكل واحد عنده غيرة وضمير بهاي المحافظة ديالة، هاي العائلة جوارينا ف
فاضة والمي وقع طبلهم للبيت والغرف كلها فاضل والبيت راح يقع عليهم دولة فقرة ومساكين ما عندهم لا حول ولا قوة. زين خلي يجي طاه المجمعي رعد الدهلكي اللي انتخبناهم اللي خلي على هالمنطقة هذه خلي يشوفون الفقرة مو حايلين بكسر الخليج وغير أمور والدنيا خلي يشوفون الحال هذه معوقين خليج هو ينام هنا مكان خليج هو مكان ينام وأنا ببيته بس هم مش والله مش هالفقرة منطقة ما بيها مجاري إلا سبب المجاري مجاري ما بيها المنطقة عمي هذا الحمام كنّش وهذا الفقرة ولو كيف تحكي أنا قبعة جبت ترى ما خلي هذا حالنا شو حتى من حدا مدام الجمل هاي غرفة النوم هاي غرفة النوم اللي يسكنون بها العائلة. من محافظة ديالى ننتقل إلى محافظة المثنى حيث طالب أهالي منطقة أم العصافير وبصورة تهكمية توفير البلامة السفن للتنقل بعد تقاعس الجهات الحكومية في سحب مياه الأمطار التي غمرت شوارع المنطقة. دعونا نتابع. اليوم طبعا أهالي منطقة أم العصافير يوجهون رسالة إلى الحكومة المحلية والحكومة المركزية بأنه يطالبون الأهالي ببلامة حتى نمشي لأن ماكو واحد يقدر يمشي بهاي الماي. شوفوا هاي الماي شوفوا هاي الوضعية هالسيارات ما تقدر جاي تمشي. فنطالب من رئيس الوزراء من الحكومة المحلية بالسماوة بلامة حتى نقدر نتمشى يعني الأطفال شلون تروح للمدارس والله ما أدري. زين من هنا دعوة إلى المستثمرين في كل أنحاء العالم. منطقة أم العصافير في شمال محافظة المثنى صار بيها بحار صار بيها بحيرات تقدر تستثمرون بيها. ليش مثلا تروحون بحيرة ما تعرفون شنو مصدرها هاي بحيرة شحلات هنا منطقة أم العصافير عندك بيوت منها ومنها. فدعوة إلى كل المستثمرين أنه يستثمرون مشاريعهم داخل بحيرات في أم العصافير لأن هاي مهزلة صايرة كل مطرة بس تمطر ساعتين الشوارع بعد ما ينمشي بيها صايرة مهزلة 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 بمعنى الكلمة يعني ماكو هيك شيء. بلت تبليط صار لسنة تبليط ما صار لسنة هواي عليها السنة تبلط بس مجاري ماكو. زين ايش راح يصير بيه هذا التبليط؟ شوفوا السيارات ووضعية السيارات واحد يمشي ورا الثاني هاي وضعية بمحافظة وضعية بحي. هذا الحي شو نقول عنه والله زين لأن شوارع مبلطة بس أكو هيك وضعية. تتواصل ردود الأفعال الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول انهيار البنى التحتية نتيجة الفساد الحكومي في تنفيذ مشاريع شبكات المجاري حيث تفيض شوارع العراق مع زخات بسيطة من المطر مما يكبد المواطنين عناء التنقل وصعوبة الحركة. وبعبارة هم تبليط وهم سمك وبحر تهكم أحد المارة وهو مستقل لسيارته على حال شارع كركوك الخالص العام حيث أغرقت الأمطار الشارع بالكامل. ليتساءل المدونون أين الجهات الرقابية المسؤولة عن إجازة هذا الطريق الذي أغفل الطرق المناسبة في تصريف المياه. فلنتابع. صلوات حتى الرصيف ما شاء الله تفلك يا شيبي أبو البحارة وأنا أهل السمك هاك يتيكم الحكومة حكومة شريفة عمي هم تبليط وهم سمج طيب شو ربين مقبالي وزع بلجع شوف ابو حارة الترتار اليوم ما شاء الله شارع كركوك خلال خالص.
الشر البلية ما يضحك تفاعل العراقيون مع هذه الصور. صفاء محمد يقول هم من اشتغلوا مال الشربت بس يريدون يكملون العمل بدون تخطيط بدون كادر هندسي أو إداري. أما رياض فقال هذا الشغل المخربط اللي ماكو لا حسيب ولا رقيب، القرى أفضل من القضاء. أما عبد الكريم فيقول عندنا شحة بالمياه فقررت الحكومة تخزين المياه في المدن لسد الحاجة، يقول متهكما. عامر الموسوي يقول هذا الشغل الغلط شارعين ومقرنص وخدمي وماكو مجاري تصريف والشارع قيد الإنشاء جديد بس بدون هندسة، يقول مقاولة خمط. نعم، معنا اتصال أبو سمية من الأنبار، ورحب بك أبو سمية. لماذا تستمر هذه المشاهد غرق الشوارع التي تزيد من معاناة المواطن العراقي وتزيد من معاناة طلاب المدارس؟ ورحب بك أبو سمية، هل تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم. حيتان الفساد مهما كذبت من الكذب ربما مئة كذبة لكي تغطي على فسادها، تأتي أزمة من الأزمات فتفضح كل التغطيات وتفضح كل الكذب. أصبح معروفا عند الشعب العراقي أن عند كل أزمة تنكشف أوراق الفساد ولا سبيل للتغطية عليها. يا سيدي، أصبح المواطن بين خيارين أحلاهما مر، إذا أتى الجفاف عانى من العطش، وإذا أتت الرطوبة والأمطار بدأ يعاني من الغرق. نعم. بالنسبة لمعاناة التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس، هذه المعاناة لا نستغربها من حكومة لا تعطي قيمة للعلم ولا لطلبة العلم ولا للتربويين ولا لأساتذة الجامعات ولا لكل كفاءة. فليس غريبا على هذه الحكومة أن لا تبالي بحال التلاميذ، كما أخذنا أيام الإعدادية في التسعينيات درسنا مرة عن المدارس في الغابات الكندية وكيف أن القطار يمر بالقرى البعيدة ومعه المعلمون يعطون التلاميذ دروسا لشهر أو شهرين، ثم يأتون بعدها ليراجعوا الواجبات التي حلها التلاميذ. أين نحن من هذه الأفكار التي سمعنا عنها في التسعينيات؟ فيا سيد الكريم، هؤلاء لا يريدون كفاءات تعتلي المناصب ولا يريدون من الكفاءات أن تتسيد البلد. يريدون تجهيل البلد وتدميره لكي لا يأتي صاحب كفاءة فيزاحم الوزير الفاسد والبرلماني الفاسد، فلا خير فيهم ولا تعليم يتقدم في ظلهم لأنهم يريدون تجهيل البلد. وشكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج، حيث أكدت منظمات حقوقية بأن معاناة النازحين في العراق لم تنتهي إلى الآن رغم مرور سنوات عدة على وضعهم المأساوي، مضيفة أن الأحزاب السياسية التي وعدت بإعادتهم لم تنفذ وعدها بل استغلت أوضاعهم للدعايات الانتخابية فقط وسط توقف المنظمات عن إغاثتهم بإعاز من وزارة الهجرة الحالية. وأكدت المنظمات الحقوقية بأن الأسباب السياسية وسيطرة الميليشيات المسلحة على العديد من المناطق التي نزح منها السكان تحول دون عودة النازحين إليها، فيما يصف النازحون أسباب عدم عودتهم إلى مناطقهم بالطائفية والديمغرافية التي جعلتهم ينزحون إلى المخيمات غير النظامية. ومع تفاقم أزمة النازحين والمهجرين أطلق مدونون وناشطون عراقيون حملة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي تحت واسم حملة مساعدة المهجرين لتقديم يد العون لهم وللتخفيف عن مأساتهم ولو بشيء يسير. ومن هذه التغريدات تحت هذا الوسم نقرأ، باسل غرد وقال أغيث النازحين ومن يسكنون الخيم، يقول مناشدات من أبناء الوطن. أحمد المحمود يقول شاركوا شباب لا حد يقصر، خلوا نفسكم بمكانهم، كنا ممكن نمر بهيج ظروف وتعرفون البرد شلونه ما يرحم، وصلوا صوتهم للناس اللي تحب تساعد وتقدر بلكي تكون سبب بمساعدتهم وانت ما تعرف. الصحفي سامر الساعدي هو الآخر غرد وقال مناشدة لكن يقول ليس للحكومة
وإنما نناشد الدول العربية والتجار العراقيين والعرب والشرفاء وكل الجمعيات. يقول أنقذوا وساعدوا المهجرين، أغلبهم نساء وأطفال، ولكم الأجر والثواب. بلال يقول أن لا تمتلك دارا ولا تمتلك لقمة عيش ولا تمتلك حريتك كمواطن ولا تمتلك مال لتوفير الأطفال ولا تمتلك مال لتوفير لأطفالك أبسط حاجياتهم فعار وتبا على السلطة ومن يساندها ومن يتبعها ومن يسكت عن ظلمها. إن لم تدافع عن المظلومين اليوم فغدا ستقع ولن تجد من يدافع عنك. حملة مساعدة المهجرين. نعم، عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين وصلنا مقطع مصور لأحد المواطنين العراقيين وهو يتحدث عن معاناتهم في دائرة الضريبة بمدينة الصدر ببغداد، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي وكذلك تأخيرهم بسبب الإجراءات الروتينية. دعونا نتابع هذا المقطع. كملتوا؟ كملتوا؟ انتم ضرائب؟ ايه كملت؟ كملت معاملتك؟ اه خير ان شاء الله. ماكو كهرباء؟ لا حاكي المدير يقول كهرباء ما على الفلاشات. جبنا المويه اللي تايبه نروح نشتريها. هاي مال المدينه، مدينه الصدر. جت الكهرباء؟ معاملتك كملة؟ كم يوم صار لك؟ صار لي يومين يروح عندي ثلاث ايام يوم خالص على الشادر اليوم بعدين حتى بالقهوة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.